السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا إخوان الكرام؟ حولكم إن شاء الله تكونوا بخير، بسلام، صحة وعافية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة بارك الله فيكم لتتوصلوا دائما دائما بأحدث فيديوهات هشام هاشم، وأيضا لدعمنا بارك الله فيكم وفي صحتكم. أيضا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الأشخاص الآخرين، وأيضا أي سؤال سوف نجيبكم إن شاء الله في الفيسبوك أو على تعليقات اليوتيوب. اليوم إن شاء الله جبت لكم يعني نقطة مهمة جدا ويجب التحرز منها لكي لا تقع فيها بارك الله فيك، وهذه النقطة يستعملها العديد من اليوتيوبر، وهي مشاركة أو نشر الرابط الخاص بهم في التعليقات على القنوات الأخرى، وهذا يعد مخالفا وسوف يتسبب في غلق القناة ديالك في أسرع وقت. لهذا بارك الله فيكم، أنا في التعليقات عندي الخاصة في اليوتيوب أقوم بحذفها، أي شخص يضع التعليقات الخاصة به أقوم بحذفها لمصلحته فقط، نعم لمصلحتك أنت. أما أنت بارك الله فيك يجب عليك لا تقوم بهذا العمل هذا، لأنه سوف يسبب غلق القناة ديالك، اللي هو عدم نشر الرابط الخاص بك في تعليقات الخاصة باليوتيوب، وهذا مخالف، والعديد تم غلق الحساب ديالهم في اليوتيوب بهذا السبب هذا. ولهذا اللهم إني بلغت، ولا تنسى أخي الكريم مشاركتها مع الآخرين، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.